ما زلنا مع أجواء المباراة الختامية في مونديال كأس العالم. الأرجنتين اللي قدرت إن هي تخطف كأس العالم من فرنسا بعد مباراة ماراثونية حبست أنفاس العالم واستمرت لشوطين إضافيين ثم ضربات جزاء لينحاز التاريخ لميسي ورفاقه الذي استطاع إن هو يحقق البطولة بعد 5 مشاركات متتالية في كأس العالم. خلونا نعرف الأجواء من قطر. معنا أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي هناك عشان يعني يعرفنا على أجواء ما بعد المباراة، كيف احتفلت الشوارع القطرية بعد فوز الأرجنتين بهذا المونديال. صباح الخير يا أستاذ أحمد وتحياتي لحضرتك من قطر. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، برحب بيك وبرحب بجمانة وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. قل لنا ووصف لنا إزاي يعني كيف كانت ليلة الأمس؟ والله يا امبارح هي ليلة عاطفية بدأت أصلا قبل المباراة، لأنه ميسي اللي بيلعب في هذه المباراة. المباراة كان الجميع حسبها إنها مباراة بين ميسي ومنتخب فرنسا أو ميسي ومبابي، ولكن في النهاية توج ميسي الأحق. يعني خلينا نقول إنه المنتخب الأرجنتيني خلال مسيرته في هذه البطولة هو المنتخب الأحق، هنتكلم في ده. ولكن أوضح لك إنه الجمهور امبارح ما نامش في قطر، لأنه الجمهور الأرجنتيني كان موجودا في قطر. الأرجنتيني يعني جاي من الأرجنتين، مش الجماهير المتعاطفة مع ميسي أو الجماهير التي تميل لمنتخب الأرجنتين، لأنه منتخب الأرجنتين هو المنتخب الوحيد في كأس العالم هذه النسخة اللي في 3 مباريات، في مباراة المكسيك ومباراة هولندا والمباراة الختامية أمام فرنسا، بيحضر ليه 88,966 مشجع. هذه الجماهير ملأت الاستاد عن آخرها، وده رقم قياسي لم يحدث منذ كأس عالم 94 في كل الملاعب. الجماهير دي ما حضرتش في مونديال قطر غير في مباراة الأرجنتين الثلاثة اللي ذكرتهم لحضرتك. ده إن دل على شيء بيدل على الإخلاص جماهير الأرجنتين. طبعا الإخلاص هو الجماهير الأعظم. الاحتفالات بعد المباراة فضلت في الملعب مثلا 2 أو 3 ساعات، بجانب إنه اللعيبة طلعوا لفوا الشوارع حوالين الاستاد بأتوبيس مكشوف لعيبة الأرجنتين، باللقطات اللي ميسي بيعملها، بالاندماج مع الجمهور، بهذه الاحتفالات مع أسرهم. لا، هو كانت مباراة عاطفية، لأنه كل معظم الناس حتى ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي قبل المباراة بيوم بيقول أنا عارف إنه المباراة صعبة، ميسي مستواه تغير تماما مع ال 35 سنة. المفترض إن هو كان الريتم بتاعه بينزل، لا هو بيعلى في كأس العالم. بيقول إنه في فرنسيين نفسهم من تعاطفهم مع ميسي عايزينه ياخد هذه البطولة. فالأجواء الاحتفالية كانت احتفالية تليق بالنزال الأخير لميسي، لأنه ميسي خلاص مش هيلعب كأس عالم، هو لمح بده قبل كده أكتر من بالظبط 35 سنة، بيحترم تاريخه دايما. نداء الجسد لما بينادي صاحبه، وخصوصا اللاعيبة الكبار اللي زي ميسي، شفنا لاعيبة كتيرة بتعلق حذائها قبل، يعني الناس بتقول لسه ممكن تلعب تاني، لكن لا بيحترموا تاريخهم. ميسي اعتقد انه هذا هو النزال الاخير له في كاس العالم. ولكن خلينا اوضح حاجه مهمه جدا، انه انا مش شايف انه ميسي كان يستحق كاس العالم علشان ميسي عمل حاجات كتير. انا شايف انه وان التاريخ ما انصفش ميسي، بالعكس انه تاريخ كره القدم هو اللي هيتشرف انه ميسي اخذ هذه البطوله لاسباب كتير جدا. ميسي احد اهم الناس او احد اهم اللاعبين في تاريخ الكوره حاليا، او من وجهه نظري، عشان بس في ناس بيبقى ليها لا اسطوره يعني بتتفق او تختلف عليه، دي قصه ثانيه، ولكن هو اسطوره بالظبط. فلما نيجي نلاقي لاعب بيفض الشراكه مع منتخب فرنسا، لعيب بين الارجنتين وفرنسا كل واحد 2 كاس عالم بيفض الشراكه دي ويبقى 3، لعيب واخد 7 افضل لاعب في العالم، لعيب واخد 4 دوري ابطال، ينقصه فقط كاس العالم. فهنا التاريخ هو اللي هيتقال انه ميسي خد هذه البطوله، سيتشرف تاريخ كره القدم بانه ميسي خدها، لانه كان من الصعب انه ميسي ما يبقاش مع 8 اساطير اللي خدوا دوري الابطال وخدوا كاس العالم وخدوا افضل لاعب في العالم. كان صعب جدا ان ميسي ينهي حياته الكرويه بدون ان يحمل هذه النسخه من المونديال، النسخه الاعظم. الأعظم لأسباب كتير بقى ممكن نتكلم فيها يعني. طيب هرجع لموضوع النسخة الأعظم ده، بس برضو يعني احنا امبارح واحنا بنتفرج على الماتش، الحقيقة انت ما بين فرنسا وما بين ميسي، التعاطف مع ميسي، فكرة انه
بعيدا عن الاداء الحقيقه اللي هو اللي احنا شفناه في الملعب مفيش خلاف عليه، ولكن احنا لا عايزين ميسي يفوز باللقب لانه خلاص اخر كاس عالم هيكون موجود فيه. يعني الاجواء نفسها كده كانت عارف انت مش قادر يعني هنا يجيبوا جون تتبسط وهنا يجيبوا جون تتبسط، مش عارف قوي تحدد انت مع مين. عايز اعرف انتوا امبارح كانت توقعاتكم عامله ازاي؟ التوقعات كانت صعبه جدا لاسباب كتير، اهم هذه الاسباب انه الملعب موجود في الارجنتين والاوحد والنجم الاوحد عندهم هو ميسي. صحيح. ميسي معروف فنونه في لعب كره القدم، هو ستايل لعيب، لعيب من غير عظم، ما فيش في جسمه عظم، بيعدي زي ما هو عايز، بيعمل اللي هو عايز يعمله في الكوره، ولكن هو اللعيب الاوحد في الارجنتين. لكن صعوبه المباراه بيواجه ويصطدم المنتخب الفرنسي، خبره مدير فني اسمه ديدي دي شا، بيلعب عنده لعيبه عثمان ديمبلي او مبابي او جيرو، عنده اسماء كتير. صحيح جدا، بيقدر يخترق من العمق، بيقدر يعمل هجمات من على الاطراف، بيقدر عنده كل الحلول، ويوم ما بتتصعب عليه خالص مبابي بياخد الكوره يروح يحط ثلاث جوال زي ما هو عايز. احنا شفنا امبارح اللي حصل يعني في اقل من دقيقتين بالظبط. هو فالفن بتاع ميسي بيواجه قاطره بشريه، قطر ماشي على سكه حديد بسم الله ما شاء الله، ما حدش ينفع يقف قدامه، بيعمل اللي هو عايزه. فالمباراه كانت صعبه، كل المعطيات انه ميسي هيسلم الرايه لمبابي في هذه المباراه، لانه لما خلينا نشوف ونكون منصفين انه بعد ميسي ورونالدو الحقبه رايحه لمبابي، رايحه لهالاند، لانه الجيل الاصغر يعني. صحيح. الجيل الاصغر بنتكلم في اعمار صغيره 22 23 سنه، ولكن هيبقى في فروقات. طبعا. احنا بنتكلم على اللمحه الفنيه بتاعت مارادونا بتاعت رونالدينيو، اللي ميسي صعب جدا هنلاقي حد زي ميسي الفتره اللي جايه. صحيح. غالبا انه مع التطور التكنولوجي لكره القدم وانه القياسات البدنيه للاعبين والكلام ده كله، رايحين لجيل تاني خالص مختلف عن الطريقه بتاعت ميسي، رايحين للجيل بتاع امبابي وهالاند اللي بيعتمد على القوه البدنيه والسرعه يعني. صحيح. طيب انا يهمني يا استاذ احمد بمنتهى الامانه مشاهداتك الشخصيه، يعني اسره ارجنتينيه شفتها كانت عامله ازاي؟ اطفال بيحتفلوا، دموع الحزن او اللي شفتها طبعا في المشجعين الفرنسيين، بشكل شخصي كيف كانت مشاهداتك ليلة أمس وهي ليلة ربما لم تنم فيها الدوحة؟ هو البكاء، يعني البكاء كان المسيطر، العاطفة كانت المسيطرة على كل الجماهير، كل اللاعيبة جايبة أسرها، وأسرها بيطلعوا على فكرة بيمشوا بعد المباراة مع الجمهور عادي جدا وبيتعاملوا مع الناس. الجماهير الأرجنتينية كانت بتقدم ملحمة إنه الملعب والضيافه واللي شفناه هنا في قطر، الناس بتتعامل ان هي في بلدها، بتشوف انه بكاء الناس بعد المباراه من اجل ميسي، يعني من اجل ميسي، وصور مارادونا اللي منتشره في كل الاستاد في جنبات الشوارع، صور مارادونا، لا اللقطات اللي نقدر نتكلم عليها ونقول ان هي كانت مميزه، ما بيعلوها دايما بكاء الفرح، يعني بكاء الفرح من جماهير الارجنتين علشان خاطر هم قدروا ياخدوا هذه البطوله بمدرب سكالوني، مدرب صغير وقدر يحقق بطوله الشباب مع الارجنتين كلاعب ويحققها كمدير فني. منتخب الارجنتين انه ما كانش حد يصدق انه يوصل النهائي وياخد البطوله، لم يكن المرشح الاول، منتخب قدر يعني بيتسحب واحده واحده لحد ما وصل وقدر ياخد البطوله، لا فالعاطفه كانت هي المسيطره على هذا اللقب، بل بالعكس كل الناس مسؤولين، لما تيجي تلاقي الرئيس الفرنسي موجود في يعني مش زعلان قوي لانه شايف ميسي اللي بياخد البطوله، المدير الفني الفرنسي كان بيقول انا عندي ناس في فرنسا عايزه ميسي ياخد البطوله من العاطفه اللي كان بيقول. فاعتقد كل المشاهد كانت مشاهد حب، كان نهائي كاس عالم تاريخي كما يقال يعني. صحيح، كانت نسخة مختلفة بكل المقاييس، حتى انه فكرة انه يبقى في منتخبين بيلعبوا النهائي والمنتخبين بالفعل تلقوا خسائر خلال رحلتهم للصعود، دي كمان كانت مختلفة. طيب احمد، عايز اعرف منك برضو، انت حضرت حوالي 25 مباراة، اكتر حاجة لفتت نظرك واللي انت عارف ان انت هترجع هتتكلم عنها باستفاضة وهتشرحها لقراءك باستفاضة؟ انا حضرت 35 مباراه في كاس العالم، 35
من اصل 64، وهو علشان انا كان نفسي احضر المباريات كلها، لكن في مباريات في توقيتات واحده. صحيح. انا حضرت كاس العالم في روسيا عشان كنت احضر مباراه بس في 3 ايام، كان لازم اسافر من بلد لبلد طيران. لا انا بطلع من الملعب للملعب في ربع ساعه، بكون في الملعب الثاني، شبكات مترو موصله ببعضها، فبالنسبه لي ده كان مديني اريحيه وسهوله جدا ان انا اقدر اعمل ده. كل حاجه ما فيش عامل بشري، انا بتعامل كله خلاص، بتتعاملي مع اجهزه، مع كمبيوتر، الموضوع سلس جدا. عشان تحضر هذا الرقم القياسي من مباريات مونديال من المستحيل، كاس العالم 2026 هيتلعب في 3 دول، انه ده يتعمل، انه الملاعب كلها قريبه من بعض، الملاعب معموله بسيستم معين ومنظم ومرتب جدا، كل هذه الامور ان احنا نشوفها اعتقد صعب ان احنا نلاقيها تاني في كاس عالم، صعب ان الواحد يكرر الارقام دي تاني. الجمهور نفسهم حضروا معظم المباريات، الجمهور اللي بيبقى موجود، وكان من اعلى نسب الحضور في نسخ كاس العالم، اعلى نسب الحضور، اعلى نسب المشاهدات حتى على التلفزيون، لما يكون الخط المترو، الاحصائيات هنا مع اللجنه المنظمه، خط المترو يوميا بيعمل رحلات بتخدم 800 الف مشجع، 800 الف واحد، كل حاجه هنا معلقه تماما، لا صوت يعلو فوق صوت كاس العالم في الشهر اللي احنا قعدناه هنا. هو ما فيش حاجه خالص، ما فيش شغل، ما فيش مدارس، ما فيش اي حاجه خالص، غير انه الناس اللي في الشارع بتتكلم كاس عالم، الناس اللي في المحلات كله كاس عالم. فكان المهرجان كله داخل قطر، لا كانت حاجه اعتقد تكرارها صعب جدا. اعتقد انه النجاح انتم شفتوه اكتر كمان على التلفزيون، انه المباريات تخرج بهذه الطريقه الفنيه، ده على المستوى التنظيمي اللي انا قلته، ولكن على المستوى الفني اعتقد من وجهه نظري انه ده المونديال الاعظم في تاريخ كؤوس العالم كلها، مونديال بتشوف اللعيبه الاداء الفني على اعلى مستوى. وان كان ليا وجهه نظر في هذا الامر، انه كاس العالم لما يتلعب بعيد عن الاجازه اللي هو شهر 6 و7 كما هو معتاد، اتلعب وسط المواسم، يعني هو دلوقتي اللعيبه جايه من الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني، فشفنا مستوى فني بجد يليق بكاس العالم ويليق باللاعبين اللي موجوده على المستطيل الاخضر. واعتقد انه فيفا ممكن يراجع حساباته انه ما يلعبش كاس العالم تاني في الاجازه، لانه اللعيبه بتبقى جايه من راحه، جايه من معسكرات، جايه من البيت. صحيح. بيختلف هذا الامر لما بنشوف اللعيبه والاداء الفني اللي احنا شفناه، خلى فرق ما كانش متوقع صعودها بنشوف فرق متوقع صعودها. مونديال تاريخي لما نشوف منتخب عربي وهو منتخب المغرب. ما هو ده اللي انا عايز اكلمك فيه، المكاسب بقى وماذا بعد المونديال. نظمنا العالم العربي، قدر ونجح ان هو ينظم نسخة عالمية، المنتخب المغربي قدر ان هو يوصل للمربع النهائي، النجاح عدوى زي ما بيقولوا، يعني لما الارجنتين والبرازيل في ثمانينات القرن الماضي طلعوا، امريكا اللاتينية كلها بقى فيها محترفين في الكورة، لو حد كوري في رياضة معينة نجح هتلاقيهم بيجيبوا الصيني وبيجيبوا كل الدول المجاورة. العالم العربي هيستفيد ايه بعد المونديال؟ لا، استفادة العالم العربي لو عددناها كتير جدا، اهمها انه المنتخب القطري فتح الباب امام اي ملف لبلد عربي عايزة تستضيف كاس العالم. كان هناك فزاعة، الدول الاوروبية كانت بتشتغل على ده، كانت بتعمل ده، انه لا يعني دولة عربية تستضيف ليه كاس العالم، دولة عربية ليه تاخد كاس العالم، دولة عربية ليه بتزاحمنا في ان هي، لانه هم كانوا قلقانين من انه يحصل النجاح ده وحصل. فاذا انه تم فتح الباب والمجال امام اي ملف لدوله عربيه، ده تنظيميا دي نمره واحد. نمره اتنين من مكاسب كاس العالم، انه لما تيجي تتكلم على المستوى اللي قدمه المنتخب السعودي امام المنتخب الفرنسي. صحيح. المنتخب السعودي امام المنتخب الارجنتيني، المنتخب التونسي امام المنتخب الفرنسي، المنتخب المغربي ووصوله الى ابعد نقطه وحصوله على المركز الرابع بعدما انهك يعني من التعب امام منتخبات بيطلع اعتى المنتخبات فنيا على مستوى العالم، فطبيعي جدا انه لا. فاحنا المنتخب المغربي ادى استفاده خلاص في بلدان. لا واعتقد يعني كان في كمان سمعنا كلام على السوشيال ميديا انه في بعض اللاعبين من منتخب المغرب بالفعل يعني انديه كبيره جدا بتحاول تتواصل معاهم، وسمعنا انه في البعض اتفق، يعني لسه كلام مفيش حاجه مؤكده، لكن عرفنا انه يعني خلاص ابتدت العيون تتجه
لبعض اللاعبين، يمكن نشوف في الايام اللي جايه اسماء كبيره جديده غير الاسماء العربيه اللي موجوده والمتعارف عليها حاليا. بس عايز اعرف من حضرتك حاجه في البدايه كده، اول ما لما كانت السعوديه والارجنتين بيلعبوا، السعوديه كسبت وكان في خلينا نقول افيه كده، دايما كنا بنشوف المشجعين السعوديين ويرز ميسي، ميسي وينه. بعد كده شفنا امبارح جمهور الارجنتين راحوا ردين على السؤال ده طبيعي يعني، هو بس ده طبعا كانت في لفته لطيفه يعني، ما شفناش ان في تعصب او في، بالعكس كان الموضوع لطيف. هو ده طبيعي والموضوع لطيف جدا، والجمهور هنا، وكان ميسي وينه بعد ماتش الارجنتين والسعوديه، وكريستيانو وينه بعد ماتش المغرب والبرتغال. يعني احنا بس في النهايه هو دعابه من جماهير كره القدم، ولكن هي نقطه تحول انه المنتخب الارجنتيني ظل 36 مباراه بدون هزيمه، وكان ممكن يكسر هذا الرقم القياسي للمنتخب الايطالي 37 لولا ان خسر قدام السعوديه. ولكن خساره المنتخب الارجنتيني امام السعوديه هي نقطه التحول. قدر سكالوني يقف على كل النقاط السلبيه اللي موجوده في منتخبه، قدر يفهم هو عايز ايه من اول البطوله، زي ما بنقول كده باللغه بتاعتنا الم فوقه بدري، لانه الخساره من المنتخب السعودي في بدايه المونديال هو بعدها بيفوز بكل المباريات، هو بعدها بيقدم مردود يقدر يوصل للبطوله، لا فده جاب نتيجه ايجابيه وليست سلبيه على المنتخب الارجنتيني. وفي النهايه ميسي وينه؟ ميسي زي ما الجماهير قالت وزي ما حضرتك قلتي، وقف على منصه التتويج، رفع كاس العالم التاريخيه بالنسبه له، ولبس العبايه العربيه لجمهوره ولبس العبايه العربيه، وستظل هذه الصوره عالقه في الاذهان. طيب سؤال بقى لحضرتك سريعا جدا، ليه الصوره دي مهمه جدا وهتفضل في الاذهان؟ الصوره صوره ميسي هو يرتدي العبايه العربيه او الزي الخليجي. الاسس والاطر بتاعتنا العربيه والتقاليد بتقول ان هو بيطلع وبيرتدي هذه العباءه في ظل كلام كتير جدا، وفي ظل انه اوروبيين بيروجوا لحاجات اخرى لا تتماشى معنا ولا مع التقاليد ولا مع الاسس ولا الاطر بتاعتنا، لا ده بيقول انه هذا انتصار للشعب العربي باكمله يعني. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، يعني نقلت لنا الصوره. والحقيقه يمكن زي ما كنا بنقول، فكره تنظيم نسخه كاس العالم الحقيقه في قطر، شفنا حتى صعود منتخبات عربية، أداء عربي وأفريقي كان يستحق التقدير والإشادة. كسرنا الحتة بتاعت أنه إحنا بنكتفي بالأداء المشرف، كسرناها، عرفنا أن إحنا ممكن نقدر، مفيش حاجة اسمها كأس العالم حكر على منتخبات بعينها. طيب، كل ده انتهى. أتمنى أن إحنا يعني في الفترات القادمة نبقى عارفين بس أن إحنا كل اللي محتاجينه أن إحنا فعلا نشتغل على نفسنا. معك جدا، و خليني برضو ابقى متعصب، لان احنا زي ما في دول الشرق كانت مظلومه على مدار سنوات طويله، فدول الجنوب ايضا كانت مظلومه على مدار سنوات طويله. منتخب الارجنتين رغم ان في كره قويه لكنه ما اخدش، ظلت هذه البطوله حكرا على الدول الغربيه والاوروبيه. 2022 بيغير المعايير كامله وبيصحح البوصله ان صح التعبير في هذا الامر.